بوينوس، هذه الكلمة الجميلة. وين 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 وين؟ في الأرجنتين. شنو معنى بوينوس في الأرجنتين؟ وهي الترحيب، يعني مرحبا إلى كل من يتابعنا في برنامج ماسكوت. اليوم حلقتنا عن تميمة جميلة، مستضيفتها هي الأرجنتين لهذه البطولة. شوي بنطلع نروح إلى وين؟ كوبا أمريكا، هذه البطولة الجميلة اللي كان في عام 87. تميمة بطولة عام 87 هي أول تميمة لكوبا أمريكا، وتبهر من خلالها تصاميم التميمة بعض من السمات المميزة، الملابس، النباتات، الحيوانات، واخذ عاد تمايم كثيرة حق هذا البلد المضيف. مثل ما قلنا بالبداية، بطولة 87 كانت في الأرجنتين، وبوينس هي التحية الخاصة لكل ضيوف هذه البطولة أو الوفود اللي موجودين أو المنتخبات في هذه البطولة. غالبا ما تكون تميمة كوبا أمريكا عبارة عن شخصية أو أكثر مجسمة تستهدف الأطفال، يعني يأخذون هالأطفال هالفئة العمرية عشان يحببونهم ويخلونهم يتابعون هذه البطولات، مع عروض الرسوم المتحركة والبضائع اللي يسوونها على هذه التميمة، ومن خلالها يتم إصدارها تزامنا مع البطولة ومنافساتها. شو اسم هذه التميمة اللي اليوم راح نسولف عنها؟ هي غارديليتو. شوفوها غارديليتو، هذه هي التميمة الخاصة في بطولة كوبا أمريكا، وأول تميمة لهذه البطولة اللي تستضيف كل دول أمريكا اللاتينية بهذه البطولة الجميلة، وأبطالها مثل ما احنا عارفين دائما البرازيل والأرجنتين، ولكن هناك فريق ومنتخب هو قوي وهو نقول في الصدارة مع المنتخب الأرجنتيني، وهو منتخب الأوروغواي. راح نسولف أكيد عن المنتخبات وقوة المنتخبات ووجود هذه المنتخبات في هذه البطولة كوبا أمريكا. تكريما لاسم غارديليتو لمغني التانغو الأرجنتيني الشهير وهو كارلوس غارديل، ابتكرت بطولة كوبا أمريكا الأرجنتين سنة 87 غارديليتو أحذية بكعب كرة في القدم اليمنى وقميص ووشاح وألوان بعلم الأرجنتين، كذلك بتسريحة شعر وابتسامة تتحد مع مغنية تانغو الذي لا ينسى. هذا الوشاح هذا الشكل، وهذه على قولتهم الوشاح والكرة والملابس وطريقة تسريحة الشعر الخاصة بهذا المغني الشهير. أروح إلى عام 87، قدمت بطولة كوبا أمريكا العديد من الإصلاحات المهمة اللي أدت إلى تحديث أقدم مسابقة قارية في العالم، مما أدى إلى ظهورها بشكل آخر لهذه المسابقة واللي نعرفه اليوم. كان هناك تغيير مثل ما يقولون على وجه الخصوص، تفوق على كل التغييرات الثانية من حيث الأهمية، وأهمها هو إنشاء تميمة البطولة الرسمية، فلازم يعرفون لك البطولة بهذه التميمة. أقيمت مبارتي الافتتاح والنهاية على ملعب مونومنتال أنتونيو فيسبوتشي ليبرتي، ما شاء الله الاسم شطولة والله، لكن المبارتين الافتتاح والختام كانت على هذا الملعب، وتم تقسيم البطولة إلى ثلاث مجموعات مثل ما قلت قبل شوي. المجموعة الأولى ضمت بيرو الأرجنتين والإكوادور، وتعادل الفريق المضيف الأرجنتين مع البيرو بنتيجة 1-1، ومن ثم بهدفين سجلهم دييغو أرماندو مارادونا ولويس رينا لصالح بيرو، كل هالأهداف كانت لهذه اللاعبين، بينما فازوا في مباراتهم الثانية على الإكوادور بثلاث أهداف مقابل لا شيء، وحققت الأرجنتين التأهل بعد ما تعادلت نقول مع البيرو، أو التعادل اللي حصل مع بيرو والإكوادور 1-1، فبالنهاية تأهلت الأرجنتين. في المجموعة الثانية تأهلت تشيلي بعد خروج البرازيل وفنزويلا من الطريق، وهزم التشيليين نقول فنزويلا 3-1 في مباراتهم الأولى، وفي عرضهم الثاني دمروا البرازيل بنتيجة ثقيلة جدا 4-0 بهدفين من باساي وهدفين من كارلوس ليتيلير، بالإضافة إلى هالهدفين كان للاروخا أحد أفضل حراس المرمى في تاريخه روبرتو روخاس، والمدافع الكبير فرناندو أستينغو كان منتخب ثقيل بهذه الأسامي. خلينا نروح إلى المباراة النهائية الكبيرة اللي تأهلوا فيها أوروغواي وتشيلي، كانت على ملعب ريفر بليت الفريق الأرجنتيني الشهير والمعروف باسم المونومنتال أمام تقريبا 35 ألف متفرج، وراح الفوز لفريق السيليستي اللي هم منه السماوي الأوروغوايانيين بهدف نظيف بهدف
لبابلو بينغوتشيا في الدقيقة 56، وتم طرد الأمير أنزو وفرانسيسكولي ومواطنا أيضا بيردومو وإدواردو غوميز. يعني مباراة خذت حيز كبير من الضغط والشد، ولكن أورغواي ختمت هذه البطولة بلقب 13 الجميل. من بعد طبعا فوز الأورغواي بالبطولة، خل أذكر النجوم اللي كانوا موجودين في هذه البطولة، لازم 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 تعيد في الذاكرة. تخيل دييغو أرماندو مارادونا من الأرجنتين، فالديراما وهجيتا من كولومبيا، إنزو فرانسيسكولي من الأورغواي. يعني بطولة ثقيلة بأسمائها، وكانت جميلة أيضا حتى بنتيجتها للأورغوايانيين. أقيمت هذه البطولة في بعض المدن الأرجنتينية، واللي أقيمت فيها بطولة كأس العالم 78 في بوينس آيرس وروزاريو وقرطبة. أكيد بوينس آيرس هي العاصمة الخاصة في الأرجنتين، وتم بثها تلفزيونيا في أوروبا وأمريكا الشمالية، ومن هالنسخة بدأ لعبها كل عامين باستثناء عام 2003 لما تم تمريره إلى عام 2004 وما فازت كولومبيا باللقب. لكن تم اختياره كأفضل فريق في كوبا أمريكا عام 87، وحقق الفوز على الأرجنتين في ملعب المونومنتال دي نونيز، إنجاز لا ينسى في كرة القدم الكولومبية. لكن الحكي وين؟ سقط المنتخب البرازيلي أمام نظيره التشيلي برباعية نظيفة بدور المجموعات، وهذا الأمر كان أحد أكبر المفاجآت في هذه البطولة نظرا للمستوى الكبير بين المنتخبين. لكن أكيد التشيليين قدموا نفسهم بباساي هدفين وليتلير أيضا هدفين ليحرجون البرازيليين وجمهورهم ويردونهم إلى بلدهم خائبين. هذه البطولة أكيد كان فيها عدد كبير من الأهداف. هداف كان أرنولدو إيغواران هو هداف البطولة برصيد 4 أهداف، وأيضا كان عدد الأهداف المسجلة 33 هدف من خلال 13 مباراة بمعدل جميل، وهو 2.54 هدفين ونص تقريبا للمباراة الواحدة. للفائدة احنا نذكرها دائما، وهذا الأمر لابد أن يذكر في برنامج ماسكوت، تعد بطولة كوبا أمريكا أحد أقدم البطولات في كرة القدم، لأنها ترجع وكانت بدايتها من عام 1916، وكانت تسمى ببطولة أمريكا الجنوبية قبل ما تتغير الاسم بكوبا أمريكا في عام 1975 إلى هذا اليوم. وللمعلومية لازم احنا نذكرها في أيضا ماسكت، يعد هذا النهائي في هذه البطولة 87 هو النهائي الأسوأ في هذه البطولة كوبا أمريكا اللي تحمل هذا الاسم ما بين تشيلي والأورغواي، نتيجة إلى العنف اللي كان حصل، وخلنا نقول الطرد الكثير اللي خلنا نقول اللاعبين بعدد البطاقات الحمراء لشراء الحكم البرازيلي رومالدو أربي، وهي عدد 4 بطاقات، 2 لأورغواي 2 لتشيلي. العموم كان نهائي جميل مثير عنيف، ولكن هذه البطولة بشكل عام كانت جميلة، خاصة بأولى تمايمها وهي غارديليتو، واللي انطلق من بعدها كل بطولة لكوبا أمريكا بتمايمها اللي راح نذكرها أكيد في ماسكوت بدءا من هذه الحلقة وصولا إلى آخر ماسكوت لآخر بطولة في كوبا أمريكا. الوعد متى؟ باكر. فما لا.